تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد الخياط أن الوزارة انتهت من تنفيذ مدخل جديد لمدينة زايد من شارع الشيخ سلمان جنوبي تقاطع بوابة مدينة عيسى بهدف تخفيف الازدحامات المرورية عند المناطق السكنية الحديثة والحيوية، وذلك ضمن مشروع إنشاء مدخل ومخرج بمسار واحد لمدينة زايد من شارع الشيخ سلمان. وتشتمل أعمال المشروع على أعمال التسوية الترابية بالرمل البحري وحماية الخدمات الموجودة ووضع قنوات أرضية للاستخدام الحالي والمستقبلي لأجهزة الخدمات وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة ووضع طبقتي الدفان وأعمال التبليط وتركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية التي تبين اتجاه ومسار الحركة المرورية بالإضافة إلى أعمال الإنارة. ويتزامن افتتاح هذا المنفذ مع افتتاح مشروع توسعة المسار المتجه إلى شارع الشيخ سلمان عند وزارة العمل، حيث من المؤمل أن يسهم المشروعان بالإضافة إلى مشروع مخرج المنطقة التعليمية في تحسين أداء تقاطع بوابة مدينة عيسى المدار بإشارة ضوئية وتقليل حدة الاختناقات المرورية أثناء فترة الذروة. كما أن جزءا من التطوير المذكور سيتمثل في تغيير نظام الإشارة الضوئية على تقاطع المدخل الشمالي إلى منطقة مدينة عيسى، والذي تعمل على تنفيذه وزارة الأشغال بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالعمل على تخفيف الازدحامات المرورية على تقاطعي بوابة مدينة عيسى ومدخل مدينة عيسى الشمالي. يذكر بأن المشاريع العاجلة تأتي كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى أطلقتها الوزارة بقيمة 1,200,000,000 دولار أمريكي ممولة من برنامج التنمية الخليجي، والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف ازدحامات والحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، انتهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من تنفيذ مدخل جديد لمدينة زايد من شارع الشيخ سلمان شمال مدرسة تدريب سياقة. الهدف منه هو تخفيف الازدحامات المرورية عند المناطق السكنية الحديثة وكذلك الحيوية في المنطقة. طبعا من ضمن مشروع إنشاء مدخل ومخرج يسار مدينة زايد من شارع الشيخ سلمان. طبعا هذا المدخل والمخرج راح يخدم منطقة كبيرة، منطقة سلماباد بشكل عام، منطقة مدينة زايد والمنطقة الجديدة أيضا، وكذلك وزارة العمل وجميع المناطق الحيوية في المنطقة. طبعا المشروع يتضمن على إنشاء مدخل ومخرج يسار بمسار واحد لمدينة زايد من شارع الشيخ سلمان، وإعطاء خيار طبعا إضافي للحركة المرورية الخارجة من مدينة زايد في اتجاه الرفاع لتجنب الازدحامات المرورية عند إشارة بوابة مدينة عيسى، وكذلك المدخل إشارة أو تقاطع المدخل الشمالي لمدينة عيسى. طبعا لا شك أن الوزارة والحكومة الرشيدة تولي اهتمام بالمناطق السكنية الحديثة ذات النسبة والكثافة السكانية العالية والكثافة العمرانية أيضا بكافة مناطق البحرين، لا سيما منطقة هورة عالي طبعا والمناطق المتاخمة لها منطقة زايد ومدينة عيسى، عبر إنشاء مداخل ومخارج لها وربطها بشبكة الطرق العامة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.